الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه فضيلة الشيخ حائض حفظك الله وبارك الله فيك السنة مليئة بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبدلائل نبوته وببراهين صدقه صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يتقول متقول يقول أنه نبي لا ما عندنا نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم السنة أخبرتنا عن كثير منها نريد منك الحديث عن معجزة ظاهرة يعني شاهدها الصحابة كلهم شهدها ورأوها كلهم بعيونهم وسمعوها بآذانهم وهي حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمة وبركاته كما تفضلتم أبا أحمد إن هذه المعجزة كما نقال العلماء هي معجزة بالتواتر يعني نقلت من الجمع الكبير ليس شخصا واحدا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في خلوة أو في وادي كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه وكان يخطب صلى الله عليه وسلم معتمدا على جذع نخله، جذع قديم طويل معتمد في المسجد او مسند الى الجدار فكان يعتمد عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بدا له صلى الله عليه وسلم ان ان يتخذ منبرا فقال لامراه من الانصار كما في صحيح البخاري مري ابنك النجار ان يصنع لي منبرا. فصنع من له هذا في حديث سعد من من طرفة الغابة وشجر الغابة منبر ثلاث درج من خشب من خشب العجيب في لفته في ثلاث درج أيوة. أول خطبة يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الدرج الأولى يلتفت إلى الناس بوجهه المشرك الذي هو أجمل من البدر ليلة 14 اللهم وهو أفصح الله. من تكلم حتى كما تعرف وإذا خطبت في المنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء فيلتفت فيقول آمين ثم يصعد الثاني يقول آمين ثم يصعد الثالث ويقول امين ويجلس، قال اصحاب امنت يا رسول الله على ماذا؟ قال صعدت الاولى فاتاني جبريل قال رغم انف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صل الله صلي عليه وسلم. وسلم عليه وعلى اله وصحبه وسلم. صعدت الثانيه فاتاني جبريل قال رغم انف من ادركه رمضان فلم يغفر له قلت الله امين. الله اكبر. قال صعدت الثالثه فقلت قال جبريل رغم انف من ادرك ابويه او احدهما فلم يدخل الجنه. الله بالبر والطاعه. بالبر والطاعه، قلت امين. فلما اتخذ هذا المنبر اتى ذاك المنبر وله له حنين كحنين المنبر الأول الأول الجذع الأول الذي كان يخطب عليه أيوة. قال بعضهم في لفظ له بكاء كبكاء الأطفال يسمعه الصحابة جميعا في المسجد ويبكون على الجذع طبعا يشاركون نعم ويرون المشهد ولو حنين فينزل صلى الله عليه وسلم ويقطع الخطبة ويسكنه قال العلماء الشراح بكى لما كان لما فقده من الذكر وما فقده من من الروح وما فقده من الروحاني والبركه اللهم صل وسلم قال الحسن يعني. البصري هذا جذع من خشب من حطب يحن له صلى الله عليه وسلم كيف لا تحنون اللهم صل هذه القلوب التي خلقها الله فيها حياه وفيها نور كيف لا تحن له صلى الله عليه وسلم كيف لا تتاثر بهذا النبي العظيم اذا كان هذا الخشب حوله الله بقدرته كان معجزه امام الناس ان يحن لهذا له النبي العظيم ليخبر الله ان البشر ان نحن اولى بالحنين اليه صلى الله عليه وسلم اللهم والشوق له والانقياد له صلى الله عليه وسلم والتاثر والمحبه الخشب بل الحجر كما تعرف في مسلم يقول اعرف صلى الله عليه وسلم حجرا كان يسلم علي في مكه يمر عليك السلام عليك ايها النبي يعرفه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وهذه الاحاديث الصحيحه ليست من قبيل الحسن او من الضعيف او من الواهي عاد الله او من الموضوع بل نقلها الجمع عن الجمع وهي امام الناس يقول حتى يقول ابن تيميه انه يستحيل على الناس في هذا الجمع ان لا ينقلوا هذه القصه او يتواطؤوا على الكذب فنسال الله التوفيق والسداد لسنته عليه الصلاه والسلام